مرحبا بمتابعي قناة شهوات أم هبة، كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن خير، وكنشكر أي واحد دعمني وشارك في قناة شهوات أم هبة، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم إن شاء الله غنديكم لواحد المنطقة في الجنوب قرب مدينة قليميم. صراحة منطقة والله العظيم إلا ما شاء الله زوينة عجبتنا، هي منطقة فاسك. فاسك كتبعد على مدينة قليميم بواحد نص ساعة ديال الطريق. المهم سمعنا بأنه كان فيها واحد الحديقة اللي زوينة، قلنا علاش لا ما نمشوش اليوم إن شاء الله نفطروا فيها ونتغداو فيها، دوزوا فيها وقتنا مع وليداتنا. الحمد لله صراحة منطقة اللي عجبتنا بزاف، لقينا فيها عائلات تاهما جاو. هاد البلاصة هاد المكان أو فضاء العائلات صراحة فضاء كبير بزاف وعجبنا والله العظيم، من لا ارتحيت صراحة من اللي عجب وليداتي وهادشي. المهم هادو بعض الصور اللي كنت التقطتهم بالكاميرا ديال الهاتف ديالي، وصراحة عجبوني وحتى اللي شافهم كيعجبو هاد المنظر هذا صراحة. المهم الفيديو راه باقي شوية طويل، علاش؟ لأنني كنعرض لكم فيه إن شاء الله الخريجة اللي درت أنا وليداتي. كنتمنى تتابعوني، وأكيد أكيد ما غنساش حتى الطويجين ديالي ديما ديه معايا. المهم كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجوه للأهل والأحباب باش يعرفوا هذه المنطقة يزوروها ويدوا وليداتهم، راه متنفس صراحة اللي زوين ورائع. هي جماعة فاسك نواحي مدينة قليميم كما كتشاهدوا. المهم هنا احنا في مدينة قليميم بدات الانطلاقة هذا الصباح يوم الاحد اللي انتم كتعرفوا هذا اليوم بالاخص هو العطله ديال الاطفال، باش كتقد انك تديهم معاك في اي منطقه بغيت تمشي تفوج فيها ولا شيء. المهم رانا دابا شادين الطريق من مدينة قليميم لجماعة فاسك. راه كيقولوها لي صحباتي، وصراحه ما عمرني ما مشيت لها، وكتب الله سبحان الله اليوم غير فقط قلت خاصني ندي الوليدات لشي بلاصه لشي فضاء اللي يلعبوا فيه. اما في مدينه قليميم صراحه نتوما السكان ديال قليميم راه عارفين بان المتنفس اللي كيمشوا ليه هو قدام السبيطار هنا في هذه المنطقه بالخصوص، كتعمر يوم الاحد كيجوا العائلات بزاف فيها. وكاين حتى منطقه اللي جهه الكورنيش في قليميم حتى هي كتعمر صراحه بالعائلات، كاين فضاءات اللعب الاطفال، المهم متنفس ديالهم صراحه كيعجبني هكا الوليدات يمشوا يلعبوا. تخصص لهم نهار في السيمانه مزيان يوم الاحد، وبالخصوص هذا الصباح تلاقينا صراحه الشمشه زوينه. ايوا في طريقنا الفاسك رانا كان كما كتشاهدوا كاين مرجان، هي مشينا طرقنا مرجان هذاك الصباح تقديت داكشي خاصني ندي معايا، من تما صافي شدينا الطريق. المهم كما كتشاهدوا صراحه وحنا ماشيين في الطريق كاين مناظر نتوما كتعرفوا الصحراء. المهم منظر ديال الجمال وكاين بعض الفيلمات صراحة اللي شفناهم في الطريق، كاين مناظر زوينة. تابعوا معايا ان شاء الله تتمة الفيديو، كنتمنى كما قلت لكم بارطاجو، ما تبخلوش علينا باللايك بتعليق محفزة ان شاء الله باش نديرو الجديد والجديد. وكنشكر كل من دعم قناة شهوات أم هبة. Thank you.